شهد الغزوات الإسلامية وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدنا سعد بن عبادة. روت كتب السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكئ على هذا السيف عند صعوده المنبر لخطبة الجمعة. فدي مكان قبض الحبيب صلى الله عليه وسلم. هناخد باليمين كده. الله. بس برك فيه برك. دي يسحبه. أيوة. يلا بالدور يا جماعة. نعم نعم حبيبي يا حبيب الله. جماعة اللي ما لمس بيت النوم لو زي لون تاشر تيت زي كان فرمي تاشر. يا جماعة أكبر.